باشا. رجالة اقعدوا عشان اللي وراكوا يشوفوا، اقعدوا عشان اللي وراكوا يشوفوا. الترابيزات دي بتاعت ناس، الكراسي دي بتاعت ناس. ايه الزهراء؟ ارفع ارفع. شوف دي ارفع. ممكن كرسي يا جدعان، ممكن كرسي 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 يا جدعان. الدنيا احلى شرقيه واحلى رجاله الشرقيه، بحيه على تحيه. مين لا بلاش ده عشان انا عندي الحلبسه. والنبي والنبي يا جدع، انت يا جدع عايزين كرسي من عند الحريم والنبي يا جدعان. كرسي، عايزه كرسي عشان الكورونا، عشان كلها تشوف بعضيها كده. كرسي بيتين ويرجع تاني اهو، جه اهو. تسلم يا ست الكل، عبال فرحك يا رب. كرسي فرح بعد اذنكم، فرح اخواتها كل فرحة إن شاء الله. يا فوفا الكرسي أهو. فينه؟ أعمل إيه تاني؟ اطلعي بعيد عنا. العمل عمل ربنا يا أخي. اطلعي بعيد عنا متر عشان الكورونا. أصل أنا ولا عظمة كبيرة، بخاف على نفسي. يا غاوي فن الكلام، اسمع كلام مني. أنا اللي صحابي يا ناس هم اللي ظلمني. يا غاوي فن الكلام، اسمع كلام مني. يا عمدة روح، يا عمدة روح. أنا اللي صحابي يا ناس هم اللي ظلمني. صحاب سيجارة، صحاب كيوف، اللي صاحبه جدع يسمعني السقفة. لو صاحبك جدع السقفة. صحاب سيجارة، صحاب كيوف، صحاب جدعان ما بقتش اشوف معايا الفرح دايما. وفي الشده ناس يدني عالرايق كده. ولو شايف جنب منك راجل جدع سقف يابا قشطه. ونسمع الصفاره، انا عايز اسمع الصفاره كده وانت قاعد زي الباشا. واللي عنده جرح تشبيه
لا الله يخرب امك يا امك يا الله اكبر امك امك الله اكبر رموني عيني وسابوني وحديني وسط الاتباعي وسط الأتباعي وسط الأتباعي تسلم يا أمي يا حبيبتي يا أمي طب الله يخرب بيتك يا اللي ما تقول إيه أمي لموني عيني وسابوني وحدي وسط الأتباعي وسط عصفورة الكهرباء محمد مزيكا ريحها على ريتا معانا مزيكا مفاجئ شوفي الطشي رجع تاني اقول لك رجاله مفيش راجل جدع بيعمل مشكله في فرح اللي بحب رسول الله سمع لي سافة قولهم يا مزيكا قولهم يا مزيكا يا شباب محمد وارجع تاني اقول لك